يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين. هذا هو الحسين، برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات. هذا هو الحسين، إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 81 بعد 100، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. صار واضحا من كل ما تقدم في الحلقات الماضية من أن رجعتهم صلوات الله عليهم هي مثمن، ومثمن غال جدا، الثمن نحر الحسين. إنها أيام الله، أيام محمد صلى الله عليه وآله، يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. يوم القائم مقدمة ليوم الكرة،
ويوم الكرة يوم تمام وكمال برنامج الخلافة الإلهية في عالم الدنيا. وبعد يوم الكرة يأتي يوم القيامة الكبرى. كل هذا مر علينا، لكنني وعدتكم أن أتناول مجموعة من العناوين الفرعية بعد أن حدثتكم عن العناوين الرئيسة في الحلقات المتقدمة. لا أريد أن أحدثكم في الجانب التنظيري البحت فيما تحدث به القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم عن الرجعة وشؤونها، فذلك موضوع مفصل يحتاج إلى عدد وفير من الحلقات. صدقوني، إذا أردت أن أتتبع الآيات التي تحدثت عن الرجعة في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم، إنني سأحتاج إلى أكثر من 10 حلقات من الحلقات الطويلة، وأنتم جربتموني حينما أقول شيئا فإنني قادر على تنفيذه على أرض الواقع. الحكاية حكاية زمان طويل، جربتموني وعرفتم صدق مقالي حين أتكلم في مثل هذه المطالب. فأنا لا أريد أن أتحدث في الجانب التنظيري البحت بما تحدث به القرآن عن الرجعة وشؤونها، أما الأحاديث فحكايتها طويلة وطويلة جدا. سأضرب لكم مثالا وبعد ذلك أنتقل إلى موضوع هذه الحلقة. هذا الكتاب الذي بين يدي عنوانه الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العامل مؤلف وسائل الشيعة. الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة السيدة المعصومة قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري. كتاب معروف للحر العامل يتناول فيه
الأدلة التي يسوقها لإثبات عقيدة الرجعة. مما أورده في كتابه هذا بحسب الطبعة التي أشرت إليها الباب الثالث، ذكر في هذا الباب ما استطاع أن يجمعه من آيات القرآن التي فسرها آل محمد في الرجعة، من صفحة 111 إلى صفحة 131، ذكر عددا من الآيات بلغ إلى الآية 64. أربع وستون آية بحسب ما جمعه الحر العاملي، وأنا أقول لكم من أن الآيات في موضوع الرجعة أكثر من التي ذكرها الحر العاملي، ولكن انظروا أربع وستون من الآيات، هناك الكثير من الموضوعات المهمة في منظومة الدين لم يشر إليها بآية واحدة، وإنما ذكرت في الأحاديث، ذكرت في الأدعية والزيارات. ما جمعه الحر العاملي في هذا الباب من هذا الكتاب جمع 64 من الآيات، ومع ذلك فإنني أقول لكم إن عدد الآيات في الرجعة أكثر من هذا الذي ذكره الحر العاملي. أما في الروايات والأحاديث، هو قال في آخر كتابه صفحة 449، يقول الحر العاملي: فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الأحاديث والآيات والأدلة ما يزيد على 620، أكثر من 620 نص، ما بين نص قرآني وبين نص حديثي. وأنا أقول لكم صحيح أن الحر العاملي جمع أكثر أحاديث الرجعة، ولكن لم يكن قد جمعها بقضها وقضيضها، فهناك طائفة من الآيات وهي كثيرة، وطائفة من الأحاديث وهي كثيرة أيضا، لم تصرح بلفظ الرجعة أو الكرة، ولم تتحدث بشكل مباشر عنها، وإنما تحدثت عن تفاصيل لا يمكن أن تتحقق إلا في زمان كزمان الرجعة.
فهي دالة باللوازم، دالة بالتعبير الكنائي، دالة بالإشارة وليست بالعبارة. ونحن إذا ما جئنا بها وجمعناها مع الآيات الصريحة ومع الأدعية والزيارات الواضحة ومع سائر النصوص، فإن الذي سيواجهها يقطع من أن تلكم الآيات وتلكم الأحاديث هي في موضوع الرجعة قطعا. وهذا هو الذي أشرت إليه من أن عدد الآيات أكثر من الذي ذكره الحر العاملي، ومن أن عدد الأحاديث أكثر من الذي ذكره الحر العاملي في كتابه هذا. هذا مثال من الأمثلة التي أردت أن أبين لكم من أنني إذا أردت أن أتحدث في الجانب التنظيري البحت لإثبات الرجعة وللحديث في شؤونها وتفاصيلها بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم وبحسب أحاديثهم المصرحة بمضامين الرجعة وشؤونها، أو بحسب أحاديثهم التي لا يمكن أن تفهم إلا في سياق عقيدة الرجعة العظيمة، فذلك يضطرني إلى أن أجعل حديثي في حلقات كثيرة وطويلة في الوقت نفسه. وهذا هو الذي أردت أن أنبهكم إليه وأن أشير إليه لأجل أن تتلمسوا عظمة اهتمام القرآن وعظمة اهتمام حديث العترة بهذه العقيدة الأساسية الأصلية في ديننا. وقرأت عليكم يوم أمس ماذا قاله إمامنا الصادق من أنه ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. نذهب إلى فاصل. مع الله يعلمي يمون أنا أدعى علي أجواب وخفي ويني. مع الله يعلمي يمون أنا أدعى علي أجواب وخفي ويني. سرجك الماء أبصاب قلبي أصاب وفق الحيني. هذا دمي حسين، أن هذا دمي حسين، أن لوحة ماري خضاب ما تدلي. هم هم الميمون، هم هم الميمون، وهملت عينه، وهملت عينه. سأحدثكم في هذه الحلقة عن وقائع وحقائق، وسيكون حديثي مجملا، لأنني إذا أردت أن أحدثكم بالتفاصيل فسأحتاج إلى عدة حلقات، لكنني
سأجمل لكم الكلام بالنحو الذي يكون مفيدا ونافعا. القرآن حدثنا عن عدد من الوقائع التي تحققت فيها رجعة أموات إلى الحياة واستمروا في حياتهم. القرآن لم يذكر لنا كل واقعة، اشتملت على مضمون رجعة للأموات إلى الحياة. نحن نتحدث عن زمان يمتد منذ أبينا آدم وإلى زمن نزول القرآن. فالرجعة متحققة في الحياة سابقا وحتى في أيامنا هذه. لنترك الكلام عن أيامنا هذه، سأشير إلى هذا الموضوع في نهاية الحديث إن بقي عندي وقت، لكنني سأحدثكم عن وقائع القرآن، ما حدثنا به القرآن قطعا بحسب تفسيرهم، بعيدا عن تفسير نواصب السقيفة، أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، وبعيدا عن تفسير نواصب الشيعة، أتحدث عن نواصب سقيفة النجف. سورة الأعراف الآية 43 بعد 100 بعد البسملة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. موسى نبي من أولي العزم، ولا يمكن ألا يكون عارفا من أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين الباصرة، بالعين الحسية، ولكن الحكاية فيها تفصيل، سيأتي تفصيل الكلام. مثلما قلت لكم إنني أجمل الحديث وأفصل في بعض الجهات الضرورية لأجل ألا تضيع الفائدة من ذكر هذه الوقائع. أعود إلى سورة الأعراف. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الآية، إنما أذهب إلى ما يرتبط بموضوع الرجعة، بموضوع الحلقة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أحاديث أهل البيت تخبرنا من أن
ذرات الهباء التي نراها تتحرك في حزمة ضوء الشمس التي تدخل من النوافذ والثقوب والشبابيك، فإننا إذا ما نظرنا فيها وجدنا ذرات، هذه التي تسمى بذرات الهباء تتحرك فيها، إذا حاولنا أن نمسك بها فإننا لا نمسك شيئا. إمامنا الصادق يقول هذه بقايا ذلك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قلت لكم لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وإلا فإن التفاصيل عجيبة ومدهشة في هذه الوقائع، سأعود إليها في مقام آخر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. بحسب تفسيرهم خر موسى ميتا، فقد مات النبي موسى بحسب أحاديثهم. لا شأن لي بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بتفسير نواصب الشيعة نواصب بني نجف، تفاسيرهم له. بحسب تفسير علي وآل علي وخر موسى صعقا وخر موسى ميتا، فلقد مات موسى هذا النبي والرسول من أولي العزم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق رجعت إليه الحياة، أحياه الله. هذه رجعة لنبي ورسول من أولي العزم بعد أن مات. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. من أي شيء تبت إليك؟ مما خاطبتك به بعد أن أذنت لي بلسان جهلي وجهالة قومي، لأن قومه هم الذين طلبوا منه ذلك. سيأتي التفصيل. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا من أول الذين يؤمنون من أنك لا ترى بالعين الحسية، ليس هناك من رؤية حسية، أنا أول المؤمنين وأنت تعلم ذلك يا ربي. فهو نبي لابد أن يكون كذلك، وهو رسول من أولي العزم. فهذه الآية تتحدث عن موت موسى وعن رجعته للحياة مرة أخرى. مثلما قلت لكم هذا هو حديثهم. على سبيل المثال هذه الوقائع بحاجة إلى تفصيل، لكنني لا أجد وقتا، فماذا سأصنع؟ سأختصر المقالة بقدر ما أستطيع. هذا هو تفسير القمي وطبعة مؤسسة الأعلمي، صفحة 223. فلما نظر موسى إلى الجبل قد ساخ والملائكة قد نزلت. في ذلك المشهد الرهيب وفي ذلك التجلي الذي بسببه فقد موسى حياته،
فلما نظر موسى إلى الجبل قد ساخ والملائكة قد نزلت وقع على وجهه، وقع موسى على وجهه فمات من خشية الله وهول ما رأى، فرد الله عليه روحه فرفع رأسه وأفاق وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي أول من أصدق أنك لا ترى. هذه رواياتهم، أحاديثهم، كلماتهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه الواقعة، فإن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من الوقائع والحقائق التي تحدث عنها القرآن. إذن نبي ورسول من أولي العزم، إنه موسى كليم الله، مات حين حدث التجلي للجبل ورجع إلى الحياة. نحن نتحدث عن نبي وعن رسول من أولي العزم في زمان رسالته، في زمان نبوته، فها هو يموت وها هو يعود إلى الحياة. إنها رجعة موسى النبي بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم. ومن نبي من أنبياء ورسل أولي العزم إلى نبي آخر، لكنه ليس من الرسل وليس من أولي العزم، نبي من أنبياء بني إسرائيل أيضا. إنه عزير النبي. نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية 59 بعد 200 بعد البسملة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قرية كان الناس يعيشون فيها ولكنهم ماتوا، قرية من زمن مضى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. إنه عزير النبي مثلما أخبرونا هم صلوات الله عليهم، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. كيف ستتم عملية إحيائها وإحياء أهلها بعد أن مر الزمان ومرت الأيام وها هي خاوية على عروشها؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذه رجعة لنبي من أنبياء بني إسرائيل للنبي عزير بعد 100 من السنين، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت
مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، ها نحن نرجعه، هذه رجعة طعام. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، انظر إلى حمارك كيف سيرجع هذا الحمار. وانظر إلى العظام، إلى عظام حمارك، كيف ننشزها، كيف ننشزها، كيف نقيمها ونحركها ونجمعها ونعيد تركيب الهيكل العظمي لهذا الحمار. فتلك العظام قد بليت، ها هي تعود من جديد وتتحرك في الهواء أمام عيني النبي عزير. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نعيدها، نحركها، ها هي تتحرك في الهواء، وها هي تشكل الهيكل العظمي لحمارك يا عزير. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كل ذلك بمرأى من عيني، لأنه قد تساءل حين مر في تلك القرية الخاوية على عروشها أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هذا هو التسائل الذي يطرحه أغبياء الشيعة. أتحدث عن أصحاب العمائم، عن الرجعة وتفاصيلها. لكن عزيرا النبي كان يتحدث في اتجاه آخر، أما أغبياء الشيعة فعندهم قرآنهم وعندهم حقائق التفسير عن علي وآل علي، وبايعوا بيعة الغدير لكنهم نقضوها، فكيف يفقهون القرآن؟ إذا نقضوا بيعة الغدير كيف يفقهون القرآن؟ لقد ركضوا إلى العيون الكدرة القذرة التي نهانا عن الذهاب إليها صاحب بيعة الغدير أمير المؤمنين، وأمرنا أن نتوجه إلى العيون الصافية، إلى حديثهم، إلى العيون التي تجري بأمر الله من دون انقطاع، والتي أحدثكم عنها دائما في هذه الحلقة وفيما سبق وفيما يأتي. فهذه البضاعة بضاعة العيون الصافية، وأعوذ بوجه الحجة ابن الحسن من العيون الكدرة ومن مراجع العيون الكدرة الأغبياء ومن حوزة العيون الكدرة، إنها حوزة السفاهة والسفهاء. أتحدث عن حوزة النجف قطعا، وعن مراجع النجف وكربلاء قطعا، إنها حوزة الطوسي المشؤومة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، ها نحن نعيده إليك بنفسه، لأنه كان مسافرا، فكان راكبا على حماره، وكان حاملا معه لزاد في الطريق، جلس كي يستريح ثم نام، ونام ولم يستيقظ. لقد نزل عن حماره وكان الحمار رابضا قريبا منه وطعامه على الأرض، فنام عزير ومات عزير 100 عام ورجع إلى الحياة.
قال كم لبثت؟ كم لبثت في نومك؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. إنهم الملائكة الذين يتحدثون معه. ملاك الوحي يخاطبه، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما ذهب إلى بيته وجد ولده قد بلغ 100 من السنين. كيف كان ذلك؟ عزير حين خرج في سفره ذاك الذي مات فيه كان في عمر 50، وكانت زوجته حاملا، فأنجبت بعد موت عزير، أنجبت ولدا وعاش إلى الوقت الذي رجع فيه عزير إلى الحياة. كان عمر ولده 100 من السنين، وكان عزير في 50، رجع في نفس العمر. هذه الوقائع فيها عجائب، وفيها غرائب، وفيها المدهش من الحكايات، لكنني لا أجد وقتا للتفاصيل، أجمل الكلام. وحادثة كهذه وقعت في مقطع زماني آخر في تأريخ بني إسرائيل، إنها حادثة النبي أرميا. تشابه هذه الحادثة إلى حد كبير جدا، وقد فصلتها الروايات والأحاديث عن أئمتنا، لا أجد وقتا لذكر تفاصيلها. يمكنكم أن تعودوا إلى مصادر الحديث كي تطلعوا عليها، هي موجودة في هذه المصادر التي بين يدي، لكنني لا أجد وقتا لسردها. فحكاية عزير النبي ليست حكاية مفردة، وربما تكررت أكثر من ذلك. نحن نتحدث عن المعطيات التي بين أيدينا، فهذا القرآن يحدثنا عن عزير، وعندنا روايات تحدثنا عن إرميا النبي، وبتفصيل واسع ومتشعب. إذن هناك نبي ورسول من أولي العزم جرت عليه الرجعة، مات ورجع، موسى النبي كما مر علينا، وهذا عزير، وذلك إرميا النبي من أنبياء بني إسرائيل، وعبد من عباد الله الصالحين مر ذكره علينا، ذو القرنين، وقد جاء ذكره في سورة الكهف، من الآية 83 وما بعدها، بعد البسملة. وقد جاء ذكره في سورة الكهف من الآية 83 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم
منه ذكرى. إنه من العباد الصالحين، وقرأت عليكم الروايات والأحاديث وهي موجودة بين يدي، لكنني لا أجد وقتا. قرأت عليكم مما جاء في مختصر البصائر عن أمير المؤمنين، ومما جاء عن إمامنا الصادق في تفسير القمي، وكيف أن ذا القرنين دعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيمن على الجهة اليمنى من أعلى رأسه، ومات وبقي في موته 500 من السنين، ثم أحياه الله وعاد إلى قومه ودعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيسر وقتلوه، وبقي 500 من السنين وعاد إليهم بعد ذلك. التفاصيل التي مرت علينا فيما يرتبط بذي القرنين، ومن أن هذا سيجري في الرجعة، فيما يرتبط برجعة الأمير في رجعة من رجعاته، ومن أنه سيقتل، ومر الكلام في هذا. فهذه الوقائع التي حدثتنا أحاديثهم عن رجعتهم، هناك الكثير من الوقائع التي هي بمثابة أمثلة، بمثابة وسائل إيضاح، بمثابة أدلة عملية تخبرنا بنحو يقرب لنا مضمون فكرة وعقيدة الرجعة العظيمة. فذو القرنين الذي ذكر في سورة الكهف لقد قتل مرتين، ومن هنا قيل له ذو القرنين، ضرب على قرنه الأيمن وقتل ورجع إلى الحياة، وضرب على قرنه الأيسر وقتل ورجع إلى الحياة بعد ذلك. والتفاصيل موجودة في الروايات والأحاديث. إذن نبي ورسول من أولي العزم جرت عليه الرجعة في أيام رسالته، ونبي من أنبياء بني إسرائيل عزير تحدث القرآن عنه، ونبي آخر وهو إرميا النبي، وهو من عظماء أنبياء بني إسرائيل، ليس من أولي العزم لكن من عظماء أنبياء بني إسرائيل، حدثونا صلوات الله وسلامه عليهم عنه. نذهب إلى فاصل. يا حسين يرتي بطنا وياك بالدم بالنفس بالجي، مثل ما قلنا عالفطرة لا صدفة ولا تعوي، افرضني يشيذ عن خطك وينسير على افرض يجتي ابن الكاس ويسحرنا هوى التجديد،
افراض نيل فيه خامر ونيتجرف بلا تقي اش ما تفرض بعد يا حسين اش ما نعمل بعد وينزي لا بيد ما تيجي الساعة البيها ننتبه ونعيد لا بيد ما هي والرحمة يدركنا ونرد بجدي حتى انت ويضعف حياتنا وينبي ولا نقدر نحرك رأس ولا نقدر نحرك ولا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسعادت موت ولا نشوف لا نسمع صوت تسندنا وسعادت موت بآخر نفس احسبنا صحنا بإمامنا يا شابة جميلة حسناء ذات مال وذات كرامة بين الناس، وعندها العديد من أولاد عمومتها، وكانوا جميعا راغبين فيها، خصوصا هناك ثلاثة منهم كانوا يتنافسون عليها، فاختارت هي واحدا منهم، اختارته لدينه، وسده الاثنان الآخران فخدعاه في يوم من الأيام إلى دعوة وغدر به وقتلاه، وبعد ذلك حملوا جثته ليلا وألقوا بها في حي بعيد عن حيهم من أحياء بني إسرائيل، وعند الصباح وجد الناس جثة هذا الرجل القتيل، وانتشر الخبر في الأحياء الأخرى من أحياء بني إسرائيل، فأقبل القاتلان أولاد عمه وقد مزق ثيابهما وأظهر من الحزن والبكاء والجزع على ابن عمهم هذا، وهما اللذان قد قتلاه حسدا منهما وحقدا لأن ابنة عمهما قد فضلته عليهما. وحدثت مشكلة فيما بين أحياء بني إسرائيل، واتهم الإسرائيليون في ذلك الحي، فالإسرائيليون مقسمون على أسباط،
على قبائل عشائر بحسب أولاد يعقوب. لا أريد أن أخوض في هذا التفصيل، كلام طويل، إنها حكاية بقرة بني إسرائيل. إذا أردت أن أحكيها إليكم من بداية الحلقة إلى آخرها لا أعتقد أن الحلقة ستكفي، إلا إذا طولت الحلقة. حكاية بقرة بني إسرائيل فيها الكثير من الكلام، فيها الكثير من التفصيل. أنا سأذهب إلى موطن الحاجة. سورة البقرة سميت بالبقرة لأن حكاية البقرة عظيمة جدا، ومن أهم الإشارات فيها الإشارة إلى الرجعة. فبعد كلام وحديث وصل الأمر أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة بمواصفات معينة، وبعد أن ذبحت أمر النبي موسى أن يأخذوا ذيل البقرة ويضربوا به ذلك الميت، وما أن ضرب ذلك الميت ذلك القتيل حتى رجعت الحياة فيه. فسألوه من الذي قتلك؟ فأخبرهم بمن قد قتل، وأشار إلى ابني عمه من أنهما هما اللذان قد قتلاه، وهذا الحي الذي ألقيت جثته في وسطه بريء من دمه. ورجع إلى الحياة وعاش مع ابنة عمه ومكث طويلا وتمتع طويلا في الحياة. هذا هو رجل من عامة بني إسرائيل تتحقق الرجعة في حياته. فبعد أن يقتل ها هو يعود إلى الحياة، وبأية وسيلة؟ بذيل بقرة قد ذبحت ما فيها روح. في الآية 71 بعد البسملة من سورة البقرة وما بعدها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل طرف يتهم الطرف الآخر. ادارأتم فيها، اتهم بعضكم بعضا بقتله، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها بذيلها، بحسب تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقلنا اضربوه ببعضها، فرجع إلى الحياة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فرجع القتيل إلى الحياة. هذا قتيل من عامة بني إسرائيل. سورة البقرة سميت بالبقرة لحكمة، جزء من الحكمة الإشارة إلى عقيدة الرجعة، الإشارة إلى واقعة عملية ترتبط بالرجعة. وهناك العديد من وقائع الرجعة التي حدثت قد ذكرت في هذه السورة، سأشير إليها بحسب الوقت المتبقي، وأحاول أن أسرع وأن أجمل. كما قلت لكم، لو حدثتكم بحكاية البقرة بكل تفاصيلها فلا أعتقد أن الحلقة من أولها إلى آخرها بحسب الوقت المعتاد يوميا سيكفي لسرد هذه الواقعة، إلا إذا طولت في الحلقة.
سأحكي لكم هذه الحكاية بتفاصيلها حينما أحدثكم في مجموعة حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، إذا وفقنا لذلك أتناول فيها الحديث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فذبحوها، ذبحوا البقرة بالمواصفات التي ذكرت، وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، بذيلها، بذيل البقرة، فرجع القتيل حيا. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن نبي ورسول من أولي العزم، ونبيان من أنبياء بني إسرائيل، عزير وإرميا، وعبد صالح ذو القرنين، رجع مرتين وله رجعة في زمان أئمتنا أيضا، ضربوه على قرنه الأيمن وقتلوه ورجع، الرجعة الأولى، وضربوه على قرنه الأيسر وقتلوه ورجع، الرجعة الثانية. بعد الرجعة الثانية صار ملكا عظيما، والتفاصيل التي ذكرت في قصته في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة. إنما حكم وتحقق ملكه متى؟ في الرجعة الثانية. وعلي له رجعات ورجعات وكرات وكرات. هذه أمثلة عملية جرت في الأمم الماضية، القرآن المفسر بتفسيرهم يحدثنا عنها. ومن قتيل بني إسرائيل سأنتقل بكم إلى عائلة كاملة قد رجعت، حدثتكم عنها، عائلة نبي، عائلة أيوب النبي. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء، إلى سورة الأنبياء وإلى الآية 83 وما بعدها، بعد البسملة من سورة الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. وقصة أيوب النبي معروفة من أنه قد خسر وفقد عائلته في دوامة ذلك البلاء الذي ابتلي به، وأنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا المضمون يتكرر في سورة صاد في الآية 41 بعد البسملة وما بعدها، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له
أهله ومثلهم معه. رجعت عائلته ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. في تفسيرهم، في تفسير القمي، في سورة صاد، والرواية طويلة عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء، عائلته الكبيرة، أمه، أبوه، أقرباؤه. فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء، ورد عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصابه البلاء من أولاده وبناته وسائر أفراد أسرته. ردهم كلهم أحياهم الله تعالى فعاشوا معه، كلهم الذين ماتوا قبل البلاء والذين ماتوا بعد البلاء، وعاشوا طويلا وتمتعوا بحياتهم. إنها رجعة لجمع من الناس، من الرجال والنساء، من الشيوخ والشباب والصغار والكبار، من كل الأصناف من البشر بحسب الأعمار وبحسب الجنس، من الذكور والإناث، الذين ماتوا قبل البلاء والذين ماتوا بعد البلاء وعاشوا طويلا مع أيوب النبي. هذه رجعة لعائلة كبيرة من عوائل الأنبياء. ونذهب إلى سورة الكهف. إنهم أصحاب الكهف والرقيم، مجموعة من الأصدقاء ومن الأخوة في الدين ومن أهل الحكم والرئاسة. فأصحاب الكهف والرقيم كانوا في السلطة العليا للبلاد وفي الدائرة القريبة جدا من حاكم البلاد. تجمعهم صداقة وصحبة، وجمعتهم عقيدة وإيمان. قصة أصحاب الكهف والرقيم لا أجد وقتا لذكرها، لكنها مصداق واضح من مصاديق الحياة بعد الموت. إنه مصداق من مصاديق الرجعة. سورة الكهف، وتبدأ الحكاية من الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها من الآيات: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وتستمر الآيات تحدثنا عن نومهم في الآية 25 بعد البسملة من سورة الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثلاث
مئة من السنين وازدادوا 9 من السنين، 309، أكثر من 3 قرون. ماتوا، ناموا، وذلك النوم كان موتا، ماتوا وأرجعهم الله في حكاية جميلة مدهشة. وبعد ذلك أماتهم الله، الروايات عندنا بشكل واضح من أنهم سيكرون مع صاحب الأمر، سيكونون من خواص أصحابه، هكذا حدثتنا الروايات، قطعا ستكون لهم في العصر القائمي الثاني، ستكون لهم أيضا، ستكون كرة لهم، لأن خواص أصحاب القائم في العصر القائمي الأول سيكرون معه في العصر القائمي الثاني. وهؤلاء أتحدث عن أصحاب الكهف والرقيم، هم من خواص القائم في العصر القائمي الأول. فالكرات تتكرر حتى لغير محمد وآل محمد، فلماذا يتعجب من كرات علي ورجعاته وصولاته؟ إنه علي، وكفى أن أقول إنه علي صلوات الله وسلامه عليه. حكاية بحاجة إلى تدبر. سورة الكهف فيها حديث عن رجعة أصحاب الكهف والرقيم، وذكر فيها ذو القرنين، وهو أيضا من أصحاب الرجعة المتكررة فيما سلف. في أيامه رجع مرتين، وله رجعة في زمان الرجعة العظيمة، وربما أكثر. فهؤلاء مجموعة من الأصدقاء ومن أهل الحكم والرئاسة، أماتهم الله وأرجعهم، وأماتهم وسيرجعهم مرة أخرى، سيرجعهم صاحب الأمر إمام زماننا في العصر القائمي الأول عند ظهوره الشريف. أعود إلى سورة البقرة وإلى بداياتها، إلى الآية 55 بعد البسملة وما بعدها. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هؤلاء 70 الذين اختارهم موسى من خيار قومه، فانقلبوا عليه في الميقات فأماتهم الله، فقال موسى لرب العالمين: ماذا سأقول لبني إسرائيل؟ سيقولون إنك قد قتلتهم. فأعاد الله لهم الحياة، فرجعوا إلى الحياة، ورجعوا إلى بيوتهم ودورهم وعاشوا. إنهم 70. في سورة الأعراف
في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم آيات سورة البقرة. مر علينا في سورة البقرة رجعة عزير ورجعة قتيل بني إسرائيل الذي ضرب بذيل البقرة، ورجعة 70 الذين اختارهم موسى أيضا في سورة البقرة. فسورة البقرة سورة الرجعة، والعنوان عنوان البقرة، فيه إشارة إلى ذيلها الذي حينما ضرب قتيل بني إسرائيل رجع بسبب ضربة ذيلها. أذهبوا إلى سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. آل محمد يحدثوننا من أن عدد الإسرائيليين كان 700,000، عددهم 700، ولكن 700,000، 700,000 كان عدد بني إسرائيل. اختار موسى منهم 7,000، نقاهم. إنها عملية فلترة. لماذا يفعل هذا؟ لأن بني إسرائيل قالوا لموسى: إننا لا نصدقك من أنك تكلم الله ومن أن الله يكلمك، نريد أن نسمع كلام الله. حينما قال لهم: إني ذاهب إلى ميقات ربي كي أكلم الله وكي يكلمني، وإنني سآتيكم بما آتيكم من ميقات ربي، قالوا: إننا لا نصدقك يا موسى من أن الله يكلمك ومن أنك تكلمه، نريد أن نسمع كلام الله بآذاننا، نحن نسمع كيف أنك تكلم الله وكيف أن الله يكلمك. 700,000. فقال لهم: إني أختار منكم 70 من خياركم. فقام بعملية فلترة فاختار من 700,000 7,000، واختار من 7,000 700، واختار من 700 70. خلاصة بني إسرائيل باختيار موسى النبي: فليفرح مراجع النجف بعلم رجالهم، نبي ورسول من أولي العزم قام بعملية فلترة دقيقة جدا وبعد ذلك انقلبوا عليه. مراجع النجف الذين لم يلتقوا برواة الحديث، وفيما بينهم وبين رواة الحديث قرون وقرون، كيف يوثقونهم؟ كيف يضعفونهم؟ فليفرحوا بعلم رجالهم، بعلم قنادرهم. هذا هو دينكم يا أيها الشيعة، دين القنادر، من علم القنادر هذا الذي يخرجون لكم الدين على أساسه. نبي من أولي العزم، رسول من أولي العزم، كليم الله، يفلتر قومه، يختار من 700,000 7,000، ومن 7,000 يختار 700، ومن 700
ومن 700 يختار 70 وينقلبون عليه. وقد سمعوا كلام الله، سمعوا كلام الله، لكنهم قالوا له: نحن سمعنا كلام الله، نحن لا نصدق ذلك. سمعوا كلام الله، الله أسمعهم، قالوا: نحن لا نصدق ذلك، نريد أن نرى الله بأعيننا. عراقيون أصليون، ما هم يهود، اليهود عراقيون. من أين جاءوا اليهود؟ أبوهم إبراهيم عراقي من أور، وأمهم سارة عراقية من أور، ما سارة ابنة خالته، ابنة خالة إبراهيم، عراقيون جنوبيون، منطق عراقي مرتب على 24 حباية. قالوا له: من قال بأن هذا الصوت وهذا الكلام هو كلام الله؟ نريد أن نرى الله. فنزلت عليهم الصاعقة فأماتهم الله. يستحقونها بأكثر من درجة 100%. نزلت عليهم الصاعقة، فقال موسى لربه: يا رب، إذا رجعت إلى بني إسرائيل ماذا أقول لهم؟ سيقولون لي بنفس المنطق العراقي: إنك أخذتهم وقتلتهم لأن الله لم يكلمك ولا أنت كلمت الله، وهؤلاء لو رجعوا أحياء سيقولون من أن موسى كاذب، ولذلك فإنك قد قتلتهم. فأرجع الله الحياة فيهم، رجعوا، لكن ماذا قالوا له؟ رجعوا إلى الحياة. هل هناك من برهان أقوى من هذا البرهان؟ قالوا له: ومع ذلك نحن لا نصدقك يا موسى، إذا كنا لا نستطيع أن نرى الله فإنك تستطيع أن تقول لله من أن يريك نفسه فهو يستجيب لك، فأنت انظر إلى الله وخبرنا عن الله حتى نعرفه حق المعرفة. بربي عراقيون أصليون، ما هو هذا تأريخ العراقيين وإلى يومك هذا وحتى ظهور صاحب الأمر، وسيؤذون صاحب الأمر أكثر مما آذى أهل الجاهلية رسول الله. أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا بذلك، سيؤذون الإمام الحجة أكثر مما آذى أهل الجاهلية رسول الله. ماذا تقول لمثل هؤلاء؟ فقالوا له: فاطلب من الله أن يظهر نفسه إليك وأنت خبرنا. من هنا سأل موسى، سأل الله سبحانه وتعالى أن يراه، وكان الذي كان في مقام التجلي، واندك الجبل وخر موسى صعقا، خر موسى ميتا، وبعد ذلك رجعت الحياة فيه. فحادثة الميقات فيها رجعة خاصة لموسى ورجعة لهؤلاء 70، والقرآن يحدثنا عنها في سورة الأعراف وفي سورة البقرة. في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة، رجفة الصاعقة، قال ربي لو
شئت أهلكتهم من قبل وإياي قبل الميقات حتى لا يقول الإسرائيليون ما يقولون. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الواقعة ذكرت هنا في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا بعد أن سمعوا كلام الله. هم قالوا نريد أن نسمع كلامك مع الله وكلام الله معك، فسمعوا ذلك. فقال لهم موسى: صدقتم؟ قالوا: لا، نريد أن نرى الله. أبرب عراقيون، عراقيون أصليون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ولكن ماذا فعلوا؟ قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى أنت ترى الله وبعد ذلك تخبرنا عن الله حتى نعرفه حق المعرفة. هذه الحكاية وهذه الواقعة فصلها أمير المؤمنين لابن الكوى وهو عراقي كوفي، لعبد الله اليشكري، عبد الله ابن الكوى اليشكري عراقي كوفي. فلما فصل له الحديث من أن الرجعة قد وقعت في بني إسرائيل لأنه كان معترضا على بعض أصحاب الأمير الذين تحدثوا في موضوع الرجعة، فاعترض على أمير المؤمنين. الأمير أجابه بإجابة طويلة لا أجد مجالا لقراءتها، موجودة هنا في مختصر البصائر وفي مصادر أخرى. أذهب إلى الجهة التي أريد ذكرها. فذكر له الأمير ما وقع من رجعة في هؤلاء السبعين. فماذا قال ابن الكوى؟ قال: فإنه أماتهم في مكانهم، يعني ليس هناك من أمر مهم. فقال له الأمير: ويلك، أما تقرأ وظللنا عليكم الغمام إنه أحياهم وعاشوا في بيوتهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا بعد موتهم ورجعتهم إلى الحياة. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل هذه المعجزات وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذيل تشلب أعوج، شي حد ذيل تشلب أعوج، شي حد. نذهب إلى فاصل.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. إذن نبي ورسول من أولي العزم جرت عليه الرجعة أيام رسالته وخر موسى صعقا، وأنبياء من عظماء أنبياء بني إسرائيل جرت عليهم الرجعة في أيام نبوتهم. عزير النبي كما جاء مذكورا في سورة البقرة، وإرميا النبي كما جاء مذكورا في أحاديث العترة الطاهرة. عبد من عباد الله الصالحين من الأولياء المقربين ذو القرنين جرت عليه الرجعة مرتين، وستجري عليه أيضا في عصر الرجعة العظيمة. قتيل بني إسرائيل الذي رجعت فيه الحياة بعد أن ضرب بذيل البقرة التي سميت سورة البقرة باسمها. عائلة نبي كثيرة الأفراد، رجال ونساء، شيوخ وشباب. أيوب النبي ورجعة أسرته الذين فقدهم قبل البلاء والذين فقدهم بعد البلاء. مجموعة أصحاب الكهف والرقيم، مجموعة أصدقاء وأخوة في العقيدة والدين، وهم في مجلس الرئاسة والحكم والسلطة العليا في البلد. أماتهم، أرجعهم وأماتهم بعد ذلك، وسيعودون زمان القائم عند الظهور الشريف. الروايات تحدثتنا عن هذا الموضوع بشكل واضح جدا.
السبعون من خيار قوم موسى حينما ذهبوا إلى الميقات بحسب التفصيل الذي ذكرته لكم. وأكرر هنيئا للشيعة بدين مراجعهم الذي يبتني على علم الرجال الذي هو عبارة عن علم قنادر لا قيمة له. تذكروا ماذا جرى في ميقات موسى النبي بعد أن فلترهم. الخوئي اللي ما يعرف أولاده شي يسوون ببيته وما يعرف وكلاء السرسرية شلون يعرف الرواة اللي عاشوا قبل 1400 سنة وهو لا شايفهم ولا يعرفهم، وحتى لو شايفهم ويعرفهم لا يستطيع أن يدرك حقيقتهم. نبي من أولي العزم وهو مبعوث لقومه لابد أن يكون عارفا بحقائق قومه، ومع ذلك حين اختار منهم ما اختار بعد هذه الفلترة العميقة والواسعة كان اختيارا فاشلا. انقلبوا عليه والله سبحانه وتعالى أماته، ولكنه خوفا من قومه طلب رجوعهم إلى الحياة، وإلا هم لا يستحقون ذلك. وحتى حينما رجعوا انقلبوا عليه. هنيئا للشيعة بدين يؤخذ من مراجع، هذا هو حالهم، يعبثون بأحاديث أهل البيت، وعلى هذا الأساس أنكروا أحاديث الرجعة وفقا لهذه القذارة. هذا دين قذارة لأنه بني على القذارة، هذا دين قنادر لأنه بني على علم القنادر. هذا هو واقع الشيعة، وهذا هو واقع عقائدهم التي يأخذونها من مراجع النجف وكربلاء. هذه حقائق القرآن بين أيديكم، ردوها علي، ردوا هذه الحقائق. هذه حقائق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي بحسب بيعة الغدير. نذهب إلى سورة أخرى أيضا جاءت في سورة البقرة. سورة البقرة سورة عقيدة الرجعة، هي أهم سورة في القرآن، أطول سورة في القرآن من حيث التفاصيل والمفاهيم والعقائد والحقائق. من هنا ركز الله سبحانه وتعالى على ذكر هذه الوقائع في سورة البقرة. الآية 43 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، هذه الآية تتحدث عن شعب كامل، ليس عن أفراد، عن أمة كاملة، عن شعب كامل. أماته الله وأرجعه، أرجعه بحيواناته بأرزاقه بكل شيء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، شعب من الشعوب وهم ألوف، القرآن يقول ما أنا الذي أقول. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، أماتهم ثم أحياهم. هذه رجعة لشعب كامل. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، كيف تتدبرون القرآن ومراجع النجف قد ملأوا رؤوسكم بالقذارات، وخطباء المنبر قد ملأوا رؤوسكم بغائط حوزة النجف الذي جاءونا به من كنيف سقيفة بني ساعدة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم
وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مدينة من مدن بني إسرائيل فيها ألوف من الناس وهم ألوف، والألوف في لغة العرب أكثر من الآلاف. ألوف، أولا هذا العدد، هذا الرقم، الألف هو أعلى رقم في اللغة العربية، ما عندنا عدد، ما عندنا رقم أعلى من رقم ألف، حتى في حساب الجمل الكبير، ما يسمى بحساب الجمل، بحساب الجمل، بالحساب الأبجدي، أعلى رقم في الحساب الأبجدي هو الألف، ما عندنا أعلى من ذلك. يقال آلاف مؤلفة، يقال ألف ألف، وهكذا. فأعلى رقم هو الألف، وإذا زادت الأرقام فهي تضاعيف الألف. يجمع آلاف ويجمع ألوف، ألوف هي أكثر بكثير من الآلاف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ مدينة كبيرة فيها أعداد هائلة، ألوف ربما بالملايين، ما يدريني، لا يستطيع أحد أن يقطع بذلك، ألوف، شعب كامل، قطان مدينة كبيرة. لماذا خرجوا من المدينة؟ أصابهم الطاعون. في مرات سابقة حينما ينتشر الطاعون في تلك المدينة كان الأغنياء والأقوياء وأصحاب السلطة يخرجون فارين من الطاعون، فيموت منهم قليل، الفقراء والضعفاء والمساكين يبقون في المدينة فيموت منهم كثيرون. فحينما يزول الطاعون ويعود الأغنياء ويكثر الكلام، على أي حال لا أريد أن أدخل في التفاصيل، في مرة من المرات قرروا أن يخرجوا جميعا، فخرج أبناء المدينة بأجمعهم، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، القوي والضعيف، الشاب والشيخ، الرجل والمرأة، الجميع خرجوا هم وحيواناتهم وأموالهم وأثاثهم وأغراضهم، خرجوا يريدون أن يغادروا المدينة إلى مدينة أخرى، خرجوا بالكامل فرارا من الطاعون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خوف الموت، حذر الموت، الموت بسبب الطاعون، فخرجت المدينة بكاملها، شعب بكامله، وساروا إلى ما شاء الله كما تقول الأحاديث، وجدوا خرائب مدينة فاعتقدوا أنها تناسبهم فأرادوا أن يعمروها ويقطنوا فيها. قر بهم القرار من سفرهم، ما إن قر بهم القرار أماتهم الله، أمات الجميع. ومر الزمان، تفسخت الأجساد، تفتتت العظام، تفسخت الأجساد، ومر الزمان
ومرت الأيام والليالي، تفسخت الأجساد، تفتتت العظام، وتلاشى كل شيء، ماتوا هم وحيواناتهم وأغنامهم وكل شيء، وذهب كل شيء مع الريح كما يقولون، وصار هذا المكان طريقا للمرة عبر الزمان، فكانت بقايا أجسادهم تعيق الطريق، كنسوها المرة، كنسوا بقايا العظام وجمعوها في مكان في نواحي تلك الخرائب. ومر زمان طويل إلى أن بعث نبي من أنبياء بني إسرائيل، النبي حزقيال أو حزقيل، النبي حزقيل، يقال حزقيل أو حزقيال، ومر بهذا المكان وهو يعرف قصته، ودعا الله أن يبعث الحياة فيهم، وأرجع الله الحياة في ذلك الشعب، رجعوا جميعا، رجعت حيواناتهم، رجع كل شيء، رجعوا وعمروا البلاد وتزوجوا وتناسلوا وتوالدت أجيال جديدة، ومات الذي مات، وماتوا بحسب آجالهم التي قررت لهم بعد رجعتهم للحياة. هل هناك من مصداق عملي قرآني أوضح من هذا المصداق؟ إنها رجعة شعب بكامله، ما هي رجعة شخص أو شخصين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا جميعا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مرارا قلت في برامجي السابقة، أتمنى أن تتوفر عندي الإمكانات المالية كي أفتتح شركة سينمائية تحول هذه الحقائق إلى أفلام، كي نعرض ثقافة محمد وآل محمد، أن نحول عقيدة الرجعة وأحداث الظهور إلى أفلام. ولكن ماذا نصنع لهذه المرجعيات الغبية التي لا أدري أقول عنها من أنها لا تعرف معنى الإعلام ومعنى الميديا ومعنى السينما، وهم فعلا لا يعرفون ذلك، وفي الوقت نفسه لا يريدون لثقافة أهل البيت أن تنتشر، ولا يريدون للعقل الشيعي أن يتطور، لأنه سيكتشف قذارته، سيكتشف نجاسته، سيطلع على عوراتهم القبيحة. يريدون للعقل الشيعي أن يبقى عقلا استحماريا. رجاء رجاء أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية المباركة. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أنت على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين. قال لي لا تستعجل، مش ده اقول لك تركب يعني خلاقه اهميشني خلاقه اهميشني جميل بقول لك بكره حركه فقش ديخ عربيه فقش
والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما بدي أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبنا لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. ألا تلاحظون من أن عزيرا النبي حين رجع رجع معه حماره، وأصحاب الكهف والرقيم حين رجعوا رجع معهم كلبهم. لذلك حينما استيقظوا من النوم وجدوا الكلب حيا، لو كانوا قد وجدوه ميتا لتساءلوا عن سبب موته، لتساءلوا عن سبب عدم وجوده. بحسب الروايات حينما أطلوا من باب الكهف كانت هناك شجرة وجدوها يابسة، تساءلوا لماذا هذه الشجرة يابسة؟ ألم تكن يوم أمس حينما قدمنا إلى الكهف كانت مخضرة؟ لو كان الكلب ميتا لتساءلوا. ولذا في رواياتنا من أن كلب أهل الكهف من الحيوانات التي ستدخل الجنة، لأن الحيوانات ستحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت وستحاسب بحدودها. فإذا كانت هناك من نعجة تمتلك قرونا ونطحت نعجة لا تمتلك قرونا، ستحاسب هذه النعجة، وبعد ذلك تتحول الحيوانات إلى تراب. لذا يتمنى أعداء علي لو كانوا ترابا. الكافر ماذا يتمنى؟ الكافر بعلي: يا ليتني كنت ترابا. قطعا الآية لها مطالع، هذا مطلع من مطالعها. يتمنى لو كان حمارا، لو كان حمارا، حمارا من الحيوانات وليس حمارا من حماري رجال الدين، أكانوا من الشيعة أم من غيرهم، فرجال الدين في الديانات الأخرى أيضا يستحمرون أتباعهم، هذه ظاهرة عامة في الأديان. فالكافر يتمنى، يقول: يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون حمارا من الوحوش من الحيوانات كي يتحول إلى تراب ولا يذهب إلى جهنم حيث الخلود في العذاب. لذا يتمنون أن يكونوا ترابا، لأن الحيوانات تحشر وتتحول إلى تراب، هكذا أخبرونا هم صلوات الله عليهم. بعض الحيوانات تدخل إلى الجنة: كلب أهل الكهف، حمارة بلعم هذا المرجع الإسرائيلي، بلعم ابن باعوراء، حمارته ستدخل الجنة لأنه قتلها، قتلها لأنها عصته هذه الحمارة، أحسن من مقلديه. حمارة بلعم ابن باعوراء أحسن من مقلدي مراجع الشيعة. مراجع الشيعة يقولون لمقلديهم: لا تذكروا عليا في التشهد الوسطي والأخير في صلواتكم، لأن ذكر علي يبطل الصلاة. ومقلدوهم يتابعونهم. حمارة بلعم ابن باعوراء رفضت أن تتحرك مع بلعم حينما توجه لخدمة فرعون ضد موسى، رفضت.
فأخذ يرفسها ويضربها حتى قتلها، وقد أنطقها الله قبل أن يقتلها، الروايات تقول. تقول له: أنت تريد مني أن أذهب معك في نصرة فرعون وفي حرب نبي الله؟ فأثارت غضبه فضربها، ضربها حتى قتلها. ولذا في الروايات من أن حمارة بلعم ابن باعوراء في الجنة، وكلب أصحاب أهل الكهف في الجنة. تحضرني حادثة تنقل عن أحد التجار الإصفهانيين في زمن الدولة الصفوية. أهله أسموه بكلب علي، فحينما كان يضع اسمه على الختم الذي يختم به المعاملات التجارية مع النواصب والمخالفين، كانوا يستهزئون باسمه ويسخرون منه، فكتب له نقشا على ختمه هذا: كلب 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 بحب أهل كهف قد نجا، كيف لا أنجو وأنا كلب علي؟ ستنجو. كلب بحب أهل كهف قد نجا، كيف لا أنجو وأنا كلب علي؟ على أي حال، فكلب أهل الكهف في الجنة، هذا يشعرنا أنه سيكون راجعا معهم في رجعتهم زمن الظهور الشريف، يشعرنا هذا. الروايات التي تحدثت عن رجعتهم زمن الظهور الشريف ما تحدثت عن رجعة كلبهم، لكن في رجعتهم الأولى كان الكلب راجعا، إلا أن الروايات أخبرتنا من أن كلبهم سيكون من الحيوانات التي ستدخل الجنة وستبقى في الجنة. حمار عزير رجع، حمار إرمي النبي بحسب الروايات رجع أيضا، كلب أهل الكهف رجع أيضا، حيوانات هذا الشعب الذي خرج فارا من الطاعون حيواناتهم رجعت أيضا، ما لهذه العقول التافهة؟ في النجف وكربلاء، ما لهذه العقول التافهة؟ لا تستطيع أن تتذوق الحقائق. سود الله وجوههم، يقولون عن أحاديث الرجعة من أنها لا تساوي فلسا، وذاك الآخر يقول من أنها لا تساوي قلامة ظفر، هكذا يستهزئون بها مراجعهم خطباؤهم من طيح الله حظهم. هذا القرآن، أنتم مو خابصين أعرضوا كل شيء على القرآن، ما هو هذا القرآن؟ أنتم مش فاهمين من القرآن يا بعد روحي، مش فاهمين من القرآن، أنتم مش عارفين من القرآن أصلا، ولكم أنتم سورة الفاتحة وبصلاتكم ما تعرفون تقروها. أخاطب المراجع الكبار من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض، لكن ماذا نصنع لهؤلاء الشيعة الذين يقدسونكم وأنتم تجعلون منهم حميراً؟
وتقولون لهم ديخ. رجاء أعيدوا الوثيقة الديخية المباركة. ما نجيب. نحن خدام الحسين، افتهمتوا؟ لو بعد هي هذه محجرة روحي يا بعد قلبي، افتهمتوا؟ لا زال الحديث متصلا متواصلا. وقت الحلقة انتهى، لا زال الكثير، وأنا قد اختصرت الحديث وحقين اختصارا إلى أبعد الحدود، وإلا تفاصيل أكبر وأوسع والحديث أجمل وفيه تشققات حدثونا آل محمد عنها صلوات الله عليهم. لكنني ماذا أصنع لهذا الوقت؟ أرجع وأقول لكم افتهمتوا؟ لو ما افتهمتوا